هو كان بيتكلم على الكلب مثلا. الكلب ده بيقلب قطه. الكلب ده بيقلب قطه؟ يعني ايه بيقلب قطه يعني؟ طب صوره كده يا عم. يا عم ده كلب عادي اللي بيقلب قطه. حته ثانيه حته ثانيه. طب ايه ده؟ انا وانا هنا. يلا انا مقلنا. ما انت صور الفخر وش جوال. انت لحد دلوقتي جايبنا وراك في مكان ما اعرفوش وبتقول لي ما تفتحش الكاميرا وما تصورش ليه؟ مودينا على فين؟ ما تخلص يا شيخ. خدوهم بالتوت يغمنوكوا. اتكل على نار يا عم. احنا ساكتين اهو. يلا ودينا كل ده وراك. انت هتودينا فين؟ افتح حاسه الكاميرا بعدين. فتحت فتحت بس ما تقولوش احنا ما بنصورش. انا قايد كشاف عشان الكاميرا مقفوله على فين. انا قايد الكشاف ده الكشاف عشان مات مات مات. ها انت مفكرني ان انا متعرف انتوا رايحين وانا فرحين؟ احنا بنصور يا شيخ. اللي عندك اعمل يا شيخ. قلنا هنا ما تحلفش تنون علينا. احنا بنصور دلوقتي. دلوقتي احنا بنصور اهو. اللي عندك اعمله بقى. انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا هديك لشريكي. ايه؟ شريكك؟ شريكي. شريكك؟ انا ماله مال شريك؟ ومين شريكه ده؟ انا من حلال واحدة وانا عايزك تدفع حاجة. انت اديتني. ايوه. اديتني وانا ما اديتكش. انا ما اديتكش يا عم. لا بتدب بتدي. اسيته فين انا؟ بتدب بتدي ده النكوان. بس يا. بس يا. انت برضه ما ترفعش رجلك عشان ما كسرش عظمك المرة دي بقى. يا ابني انت هنا في حتتك. حتتك. ده انا بنان هنا. بص. بتنام هنا. انا بنان هنا. يلا انا مقلنا. بقطع. انا عريس. ده المكان اللي ماشي يا شيخ. انت مودينا فين دلوقتي؟ هو اصلا المكان اللي هو بينام فيه كويس اصلا عشان نبقى نعرف نجي تاني. لا متى انا هجيلك يا بدر. انا هعدلك اللي جاي. انا هجيبك. انت اللي هتجيلي يعني؟ اه. طب انت دلوقتي عايز ايه؟ انا ماليش دعوه بشريكك ولا مش شريكك ولا انا انت عايز ايه مننا؟ انت مالك ومالنا؟ يمكن عايز يقول لنا حاجه برضه. انا جبت سيرتك يا عم. ايوه جبت سيرتك. شريكك؟ تيجي والله. نروح وراك. طب شريك ده مين اصلا؟ احنا ماشيين وراك. ماشيين وراك بقالنا ساعتين. عايز تودينا فين؟ لا ده لا ده ده النكوان. خد احنا منين؟ يا بابا هات الدقن معاك. انت قد مدديت وبت عليه يا جدعان. انا لحد دلوقتي مش عايز امد ايدي ومش عايز اعمل حاجه غلط. وانا نعنى انا متجيب لك الادن على النار. نعم جاي وراك اهو يا شيخ. هم ودينا على فين مكار يا عم؟ معرفش والله. انا على الطلاق ما اعرف حاجه. انت ماشي وراه. انا ماشي وراه عشان هو احنا. يا عم الراجل دوت خصمنا. انت خايف منه دلوقتي؟ انت خايف منه؟ انا مش خايف منه. ولا انا خايف منه. انت ازاي خايف منه؟ لا يا عم خايف من ايه؟ بس خلاص يبقى نخش بقى. وجايه معاه بايه واحنا معاه؟ ولا انا خايف منه. ولا انا خايف منك. ولا حد فينا خايف منك اصلا. فين يا جدعان؟ في جبل هنا. انا بقعد. انا بقعد. طب امشي. طيب وعلينا الشريك عبا في الملأة. احنا في ملأة حرفيا. استفاد من الموضوع ده بكا. هتتفاد هتتفاد ان انتوا تنوعان. انا مش عايز ابقى معاك يا عم. يا عم محدش فينا عايز. انا مش عايز ابقى معاك. انت موديني كده عشان ابقى معاك؟ لا. امال ايه؟ انا انت بتتلى معايا. بس انا عدى النيك حاجة. انت والنجن ده والنجن ده. هتورينا حاجة يا عم. انت ما بيكيش وراك غير من النصايب يا شيخ. يلا يا عم الشيخ. لا امشي. احنا ماشيين اهو. احنا ماشيين وراه. خلط وطنا. هو بس تصور. هو يا اسطى خلط وطنا على دلوقتي. تعالوا وطا تعال. خد كام وطن. خد هون. يلا عم بكار. بكار انت فين؟ اهو انا عارف ان انت قلقان. التاني متقلقان. خدت جنة. يلا يا شيخ. عايز يا شيخ. انا مش يا ابني الوسخه. معنيت خد هنا. خد خد. ده انت شيخ ابن كلب. كنت تغلب بيا. خد بقى تقوم. هتخد تجنة. هتلاقي حاجة غنيبة. بعد ما تطفى تخلو تتلمني بسرعة. يلا خد. يا بكر انا اعمل الموضوع ده. انا ده ما بثقش فيه. انا ما بثقش في الشيء. من الاول كده تاني هخش الاقي حاجة جوه غنيبة. غنيبة. يعني غريبة. تقرب لك ايه بقى الحاجة دي يا شيخ؟ بقول لك شيخ. تنين فين انا؟ شيخك؟ انا برضك مش فاهم انا استفاد ايه من الموضوع ده. مكار انت عايزني نعمل ايه مع شريكك؟ انا اخش اصوره يعني؟ خدت النوال اصوره؟ طب تعالى نصور. وبعد ما اصوره استنى تخنط تقولني انت عملت ايه؟ اخرج اقول لك انا عملت ايه؟ طب وبعد ما اقول لك مش فاهم. هتتقولني خد. ايوه انا دلوقتي جيت قلت لك
ان في مثلا حاجه حصلت، انت هتعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ هقول لك يا طارق، يعني نخش يعني الاول؟ لا انت ده جدع على الطلع، انا معاجي معاك تاني، ولو قلت لي رن عليا، ولو جيت لي تحت البيت لولع فيك. تعال يا اسطى. والله العظيم والله العظيم شايفين يا جدعان يا اسطى يا اسطى مكان، سامع صوت حاجه بتقعر وربنا حسيت بيها. ايه سامع صوت حاجه بتقعر؟ هو انا كمان في وش ان هو في اي مكان. الحق ده كلب يا زوم عليه، اعمل زوم عليه، اعمل زوم عليه. كان كان يا شيخ، انا لقيت كلب يا شيخ. معناه او نانو طاع يا شيخ؟ ثور الشيخ، انا لقيت كلب. معناه التحليل او نانو طاع؟ كان مفيش حاجه يا شيخ. انا الصار يا شيخ، انت فيه يا شيخ؟ عامل كده ليه؟ في ايه؟ كمل كمل كمل. مفيش حاجة يا شيخ. يا شيخ انا حاسس ان الشيخ بيعمل حاجة يا شيخ. ضلنا المؤتمر يا عم. دور على المدور على ايه يا عم؟ صور الكلب يا عم، صور الكلب. هو كان بيتكلم على الكلب مثلا؟ الكلب ده بيقلب قطة. الكلب ده بيقلب قطة؟ يعني ايه بيقلب قطة يعني؟ طب صوره كده يا عم. يا عم ده كلب عادي اللي بيقلب قطة. في حتة تانية، في حتة تانية. يعني ايه في حته تعالى يا عم نروح له يا عم. يا شيخ يا شيخ، صور يا اسطى الكلب، صور الكلب، صور الكلب. هو الكلب انا مش عارف يا اسطى ايه ده. ده مرعب قوي يا اسطى. طلع طلع يا طلع، طلع هنا، برد هنا بسرعه بسرعه يا شيخ. برد هنا، برد هنا. صور الشيخ، صور الشيخ، صور الشيخ على العلط. برد هنا اهو يا ابو طلع. ايه الهطل ده؟ ابص فين، ابص فين. استنى يا عم صور. يا نهار ابيض، في ايه؟ انا ما شفتش حاجه. تعالى يا اسطى، انت وقعت له دماغه وربنا. في ايه؟ ما شفت؟ لا شفته وربنا انا ما شفت. يا دين امي، تقعد لنا. انا ما شفتش حاجه وربنا، والله العظيم انا ما شفت. شفت؟ لا شفته. ما شفت ايه؟ انا ما شفتش اصلا. خدته تعال تعال. كان هنا كان هنا كان هنا كان هنا كان هنا وربنا. هنا فين بقى؟ كان في الحته دي بالظبط يا اسطى. هنا فين يعني؟ كان هنا مكتوب بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه يعني. ما يا ابن الكلب، يا ابن الكلب. انا هنا انا هنا انا العب. انت فيها يا شيخ؟ انت بتستعبط يا شيخ ولا ايه يا اسطى؟ كان في حاجه هنا اقسم. الشيخ جاي ياخدني يا عم، بيستعبط على طول. انا في حاجه. طب انت شفت؟ شفت؟ انت مالك بتعمل كده؟ زلزال. شفت؟ انا شفت. انت جبان قوي يا زلزال والله. شفت شفت شفت. ايه طيب؟ بس اقعد ساكت. هو بس الحد ده ايه؟ مش عارف. بلونه. ايه؟ الحد ده بلونه. مين؟ ما تتكلم جد بقى يا عم، في ايه بقى؟ اتكلم جد. ما تفهمنا يا عم في ايه؟ ده تفاح. تفاح. ماهو ده تفاح؟ ده ماهو ده ماتو. تفاح لي. انا طرع. بلطة الساعة تطع تيدي هنا. الساعة كم؟ اطفاء. ايه ده؟ الطلاق ده مجنون يا جدع. والله يا جدعان ده مجنون. الشيخ ده مجنون. طب ما انت عارف ان هو مجنون يا مكار. مات يا طفاء. يا عم سكن تروحوا. الله انا نكره. بلطة الساعة تطع تيدي هنا. لو ما جيت انت بيقول لك عرفت طنيقه. عرفت طنيقه. ماشي. انت لو ما جيت اجي امتى؟ تسعة. 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 طب اجي ليه اصلا؟ يا ليلة زرقاء يا جدعان، كل شوية اقول له اجي ليه؟ مات يا طن، مات يا طن، مات يا اسطى. انا ما شفتش حاجة. وريني حاجة مهمة. ايوه وريني. ايه؟ حاجة مهمة. بكرة الساعة 9؟ ايوه وريني حاجة مهمة. طب الحاجة المهمة دي عبارة عن ايه؟ يا دي خرابي على الشغلان. لا لا بص يا جدعان، الشغلانة الزرقاء دي هو اصلا بيتكلم؟ مات يا تنباع. انا مش سامع حد بيتكلم. انا سامع حد. والله انا ما سامع حد بيتكلم. قلنا بكره تيجي. انا ليك حاجه مهمه. الحاجه المهمه دي محد كان يعرفها، ولو تبتها هتبقى معاه على طول. طب الحاجه المهمه دي خطر؟
خدت ولا مخدت؟ خش اسأله طيب. طب الموضوع ده يما قوي خد 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 قولك مهن عمي مهن عمي معاوني عمي. طيب يا جدعان يا عمي انا هاجي بكره هنا تمام. طيب يا جدعان انا دلوقتي بس قسما بايات الله انا مش هاجي معاك في اي مكان تاني تمام المره دي وبس. يا عم انا مش مطمن اصلا. هات 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 انا مش مطمن الموضوع ده اصلا. انا شفت يا زلزال بس اقعد ساكت. انت مصور في خير وش جوال.